نجحت المرشحة فيرجينيا راجي من حركة النجوم الخمسة بالوصول إلى منصب رئاسة بلدية روما لتصبح أول امرأة تتبوأ هذا المنصب. بعض الصحف الإيطالية وصفتها بالدمية لأناقة مظهرها وللنجاح السريع الذي استطاعت حصده مستفيدة من التذمر الشعبي لسوء إدارة العاصمة من قبل العمدة السابق المستقل. سنبدأ بمهاجمة الإسراف. خلال عامين ونصف العام تمكنت لجنة مراجعة النفقات من حصر نحو مليار و200 مليون يورو من الهدر في كل عام. علينا تسخير هذا الهدر في خدمات تقدم للشعب. من بين القضايا التي ستتصدى لها العمدة الشابة التي لم تكن معروفة في أوساط السياسة مسألة الديون التي تخنق العاصمة الإيطالية. الرهان الكبير ينصب على التفاوض بشأن ديون العاصمة روما والتي تقدر ب 13 إلى 16 مليار يورو. علينا إعادة تطبيق الحسابات لنفهم بالضبط ما الذي فعلته البلدية وإعادة التفاوض على أسعار الفائدة. وصول راجي إلى رئاسة البلدية في روما يعكس النجاح الذي حققته حركة النجوم الخمسة منذ تأسيسها قبل 7 أعوام على يد الممثل الشعبوي بيبي غريلو. يونيو تعرض الأربعاء المقبل مقابلة حصرية مع عمدة روما الجديدة.